السلام عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اليوم قصة جديدة، قصة زوينة وفيها كاع داكشي اللي غادي يعجبكم، وفيها كاع داكشي اللي كيعجبكم. نبداو ملعب البوم. قالت وحدة: ها هي جاية كتمخطر تاني. قلبات وحدة أخرى عينيها وقالت: أوف، ما كتصرتش ليا، تقيلة على القلب وحاسة براسها فوت القياس. قالت الأولى: كاع عندنا الفلوس وولاد الهمة والشهم وما كنديروش بحالها، عزيز عليها لفت الأنظار. في الجهة الأخرى داخلة فتاة فائقة الجمال والأناقة بحال نجمات السينما، حضورها القوي كيخلي كل شي ينتبه لها، وبدون مجهود كتخلي الواحد يتبهر بجمالها الفتان، وهذا كيخليها أكثر وحدة مكروهة في دائرة المجتمع الراقي من طرف الإناث طبعا، وأكثر وحدة مرغوبة من طرف الذكور لجمالها ولمكانتها الاجتماعية. كانت كتمشى برشاقة وجوج بنات آخرين مرافقيها، كل وحدة في الجهة وهي الوسط. جلست في الطبلة الأمامية وحطات حقيبتها الغالية والوحيدة من نوعها، دارت رجل على رجل وركزت في المباراة اللي كانت بادية، رياضة البولو كيمارسوها غير الناس الهاي وحتى المتفرجين، غير شكون وشكون. ماشي حدث رياضي كتر ما هو تجمع للطبقة البرجوازية باش يشوفوا حلا شي رجال أعمال كيتبهوا بالصفقات اللي داروا والمرتبة اللي وصلوا لها، والنساء كيتبهوا بآخر ما كاين في الموضة من ملابس وإكسسوارات. داز الوقت وسالت المباراة، وهبط من فوق الحصان وتوجه عند هنيشان غير مبالي بنظرات الفتيات اللي متبعين وباغين يلفتوا انتباهه بأي طريقة. وقف أمام الطبلة وطلق ابتسامته الساحرة، خدا إيدها واتحنى وقبلها، قال: سعيد لأنك جيت، نورتي المكان قمر. وهي تقول بتعالي: ناصف لبس عليك. قال لها: بخير من اللي شفتك، نخليك دابا ونمشي ندوش ونبدأ، ياك غادي نتغداو مع بعضياتنا. قالت: ما نقدرش، عندي شحال من حاجة تابعاني. قال لها بترجي: شو ما ترديها في وجهي، غدا مسافر لمدة شهر وبغيت على الأقل نقضي معك شوية ديال الوقت قبل ما نمشي. قالت: أوكي، غير هذا المرة، عارفني عندي وقت منظم، والحاجة إلا ما كانتش في بروغرامي ما كنديرهاش. ما هاد المرة استثناء. قال ناصيف: شكرا على قبول الدعوة، أنا شوية وغادي نرجع، نطلع نبدل في الجناح ديال، ما غاديش نتعطل على أميرتنا. مشى ناصيف بسرعة ودخلوا طيل، ودوك جوج بنات اللي جالسين جنب قمر تبعوه حتى قبل. عاد رجعوا شافوا فيها هي اللي ما مفوقاش، هزت التلفون ديالها آخر موديل ومرصع بالحجر الغالي وكتلعب فيه، حتى نطقات وحدة من دوك البنات وقالت: يا أختي شحال غزال، راجل كامل مكمول، اذكي وسكسي ومثبت، سعداتك بيها قمر، كون غير كان عندي حتى انا ولد عم بحالي. قالت قمر بلا ما تشوف في البنت: خوديه وهنيني منه، لصقه وصافي، كي يجيب لي الخنقة. وهي تقول البنت الثانية: حشومة عليك تقولي عليه هكاك، قاعدك زين لصقة، راجل ناضج ماشي بحال براهش اليوم، معمرين لي قلوب وباغين كل ليلة وحدة في شكل، أما ناصيف عمرنا شفناه مع شي وحدة. قالت البنت الأول: علاه ما عارفاش علاش، حيد ديك اللي باغي ما تديهاش فيه، باص ليها هذاك جاها لصقة بحالو غير سقني. وهي تقول قمر: سكتونا شوية، نفختوا لي راسي ببلا بلا بلا. قالوا: أوكي ها احنا ساكتين. رجع ناصيف وقال لها: مشينا. قمر وقفات على مهلها ودازت من حداه وهدرت بلا ما تشوف فيه، وقالت: كل يمشي في سيارته. قال لها: على خاطرك،
وصلت حداه وهبطت الزاجة وقالت ريستو سيزار، وتحركت من تماك طايرة. وقفت مرسيدس كحلة وخرج السائق كيجري، حل باب النصيف وطلع اللور وقال للسائق على المكان. تك اللور وكيفكر كيفاش غادي يفتحها في الموضوع. وصلت قمر قدام مطعم سيزار كي ياكلوا فيه غير جل الأعنان والناس لها. نزلت ولاحت الكونتاكت للشخص اللي غادي يباركي الطوموبيل، وبلا ما تسنى نصيف دخلت تحت نظراتكم. كل شي عارفها هي شكون وبنت من، إضافة لمكانتها فهي معروفة وسط مجتمع الراقي بفضل صورها في الجرائد والمجلات. خدات طبلة بدون حجز، جلست ودارت رجل على رجل، وخدات تليفون ديالها كتسيلفة. دخل نصيف وجلس قدامها وهزت عينيها وحطت التليفون. قالت ممكن نطلبه، باقي تابعني ما يدار وخاصني نمشي. قال اوكي، شنو باغا تاكل؟ قالت سالاد. قال لها نصيف صافي، وهي تقول دايره دايت. قال لها علاش انتي ما محتاجاش دايت، جسمك مثالي. قالت كون ما كنش كناكل سالاد ونجلس نغلق ما غداش نكون هكا. شير نصيف النادل وخدا طلبهم، وبعد دقائق رجع حط لهم الاكل. وبدا نصيف حديثه وهو متردد. قال قمر. قالت وي، وهو يقول بغيت نهدر معاك في واحد الموضوع مهم. قالت لي اشنا هو هذا الموضوع؟ قال لها كنت باغي نفاتح عمي في الموضوع، ولكن قلت نعرف رأيك هو الاول. قمر انا بغيت نطلبك للزواج الا كنتي موافقة. قمر حطت فرشات ومسحت فمها بالمنديل وشافت فيه، وهي تقول مزيان من اللي ما هدرتيش مع بابا، كون درتيها قبل ما تفاتحني انا الاولى ما كانش غادي يعجبني الحال. نصيف اسمعني نقول لك، انا ما نقدرش نتزوج حالي، وحتى ولو بغيت انا اللي غدا نختار ماشي هو اللي يختارني. نتمنى ما تجبدش معايا هاد الموضوع مره اخرى. ووقفات وقالت خاصني نمشي. خرجت من الريستو وطلعت في طوموبيلتها وزادت طايرة حتى تحك الرويد في الأرض. بقى نصيف جالس وما كانش مصدوم من رد فعلها، حيت عارفها هي كي دايرة اللي عندها كتقول بلا ما تراعي المشاعر الاخرين. سمح في الغداء وناد خلص وخرج. طلع في الطوموبيل وقال للسائق يتوجه للشركة. هو ماشي شخص يستسلم بسهولة. قمر كبرات في عينيه، ومن شحال هذا وهو حاط فكرة الزواج بها، وعمه حتى هو مأيد الفكرة وكيشوف بلي أنسب شخص لها هو ولد عمها، وهذا الشي مخلي نصيف مرتاح نسبيا لأنها الشخص الوحيد اللي ما تقدرش تناقش معاه هو الأب ديالها. وصلت قمر قدام الفيلا ديالهم متميزة على باقي الفيلات، تحلت البوابة باركات وهي تنزل، خلات الباب محلول ودخلت كتمشى بحذائها العالي بلا باقة. واحدة من الخدم كانت مزروبة وما ردتش البال حتى خرجت في قمر، وداك الشي اللي كانت هازة في يدها تخوى على حذائها. دفعتها قمر حتى جات طايحة في الأرض وقالت واش عورة، وشافت في حذائها اللي تخوى عليه الصابون اللي كانت هازاه الخدامة. بسبب الكلاخ ديالك وسختي لي صباط. شافت فيها بحقد وقالت مسحي. سمحي لي لالا قمر ما قصدتش. قالت ليها قمر اعتذارك خليه عندك، هبطي مسحي. وهي تقول خدام واخا لالا. تحضرات على ركابها وبدات كتمسح في الصباط. شوية حسات بألم فظيع فاش عصفات عليها قمر بالضامن. قالت ليها هاد المرة وليت تشوفي قدامك، شفتي هاد الصباط؟ إلا بعناك محال تجيبي تمن. دفعتها برجلها وزادت طالعة مع الدوش. وقفات وحيداته من رجليها وزفات بيه على الخدامة وقالت لوحيه ما كان نلبسش الحاجة المسخة. طلعت مع الدروش وهزات الخدامة الصباط وكتمسح في دموعها. ومن ظهرها العوج صادفات مع قمر اللي باين عليها مهزرة، ونهار كتكون ماشي في مودها يا ويل اللي تحاك معاها، والخدامات كيخافوا منهم المعاملة القاسية اللي كتوجهها ليهم. دخلت الخدامة اللي تكون في العشرينات الكوزينة
ولاحت الصباط في القمامة، وهي كانت تحصر عليه، ما قدرتش تحتفظ بيه وما طاوعهاش خاطرها تلوحه. حتى كتسمع شي نهار غادا تجرع عليك، ديما مهملة وغير غادا بالعقل. تلفتات الخدامة وقالت والله ما شفتها، كون عرفت غادا تكون داخلة مندوش من تما. وهي تقول مدبرة المنزل جمعي راسك شوية مريم، شفتي إلا جرات عليك الزنقة هي اللي كتسناك. مريم والدموع في عينيها قالت عارفة. دخلت البيت هاللي كان عبارة على جناح فخم، زدحات الباب قوة وبقات غادة جاية ومعصبة بالقياس. الموضوع اللي جبد لي هنا صيف يرفاها، وعارفة ما غاديش يتسد الموضوع بهذا السهولة، وهي مستحيل تزوج واحد بزز عليها. توجهت الحمام ووقفت قدام المراية، شافت في انعكاسها بثقة وفجأة بسمات وتفكرت باللي هي قمر العبير وكل شي كيتمشى على هواها. قمر اسم على مسمى، فتاة فاتنة وجذابة، كل شي فيها متكامل، ولكن جمالها الخارجي هو ميزتها الوحيدة، لأن شخصيتها قاسية ومتعجرفة، كتسبق راسها على كل شي وما كترددش باش توصل لمبتغاها، وخا يكون على حساب سعادة الآخرين. وفي مكان آخر داخل حومة شعبية، الديور جنب بعضياتهم، الأطفال كيلعبوا في الزنقة والهراج. منزل بوابته خشبية زرقاء مصنوعة باليد، باين فيها إبداع الصانع اللي تفنن صنعها. وقف أمام البوابة شاب طويل ذو شعر أسود، وبدا كيدق كيقول أردا أردا. طلعت من شرجم فتاة ذات ملامح جميل، كيف شافت الشاب وهي ترسم ابتسامة على وجهها، وهو يقول آيات كاين خوك؟ قالت ايه ها هو خارج. وهو يقول الشاب قولي ليها اختي سر براسه، راه الماتش قرب يبدا. وهي تقول آيات بنظرة حزينة واخا خويا سهيل. دخلت للداخل وابتسامتها العريضة تحولت لوجه حزين، توجهت للبيت ديال خوها ودقات نجم نجم الدين وسر براسك، راه سهيل كيتسنى فيك. تحل الباب وخرج خربق ليها شعرها وهبط كيجري مع الدوش. حل الباب ديال الزنقة ولقى سهيل كيتشوى، قال له على سلامتنا. وهو يقول نجم الدين بشوية عليك، راه باقي عشرات الدقائق. قال سهيل وراه باقي تابعنا الطريق، البحر ماشي في راس الدرب. نجم كيخرج الموتور وقال غادي نوصله في الوقت. وهو يقول له سهيل ناري غادي تطيرنا شي نهار، فاش كنشوف هاد الارسيس كنتخلع، ما باغيش نموت وانا باقي مركبت في العمارية. نجم الدين بدا كيضحك وقال هادي ماشي مقولة خاصة بالبنات. وهو يقول سهيل ماشي شغلي، المهم الفكرة وصلتك وانا باغي نعيش. وهو يقول نجم الدين زيد زيد، قال ليك باغي ركب في العمارية. مشات الرجولة حنيني ديمارة نجم الدين الموتور اللي من الحجم الكبير، اركب وطلع سهيل موراه كيوصي ويعاود. عارف سوقان نجم الدين كيف داير، كيمشي طاير وعشقه هو السرعة. دازو من الدرب مخلين كاع الأنظار عليهم، خاصة بنات الحومة غير كيسمعوا صوت الموتور ديالو. هي اللي كتجري للشرجم كطل منه، هي اللي كتخرج من باب الدار باش يلقيو نظرة على فارس أحلامهم. ما كاينش البنت اللي ما طايحاش فيه، وحتى العيالات ما كايناش شي وحدة اللي ما كتمناش يكون زوج بنتها وتناسب مع العائلة اللي دايرة بلاصتها في الحي. حبس فران مجهد حتى مشاو جا سهيل وهبط كيدعي فيه ويعاود. حيد نجم الدين الخوضة وحرك راسو يمين وشمال، شعره البني نازل ليه على عيني، وبدا كيحيد في التيشيرت اللي لابس. هز بإيديه لفوق وهو يبان جسمه الرياضي، توجه لعندهم وتسالم معاهم، قال كلكم هنا الله يستر في هذا الماتش، كيف غادي يسالي؟ وهو يقول له سهيل حضي راسك أرضى، أرضى لقب نجم الدين. قال لي سهيل كل شي محلف عليك. وبدأت مباراة كرة القدم اللي كتكون كل ويكاند ما بين ولاد الحومة والأصدقاء. نجم الدين علاقته مزيانة مع الكل،
كل شي كيحتارم. داز الماتش في أجواء ديال الضحك والنشاط. ثلاث المباراة ودخلوا الدراري للميكيهوم. بعد مدة خرج نجم الدين وخطفوته من ستارك وبدأ كيمسح في شعر. دور وجهه وهو يلمحها من بعيد. واقفة كتشوف فيه. خنزر فيها ودار لها إشارة بيدو زعمها سير. دار نظارات الشمسية والكاسكيتة. طلع في الموتور وتحرك من تما. دخل مع واحد الدرب أوقف وطلع مع واحد البناية فيها شقق. جبد سوارت من إيدو حل الباب ودخل كيقلب عينيه حتى حس بيها شنقات عليه من لون وركبات فوق من ظهره. قال ندلي. قالت لا ما بغيتش. شعرك كيجيك زوين وهو فادك. وبدات كتلعب في شعر. جبدها بالجهد ووقفها قدامه وقال ياك شحال من مرة كنقول ليك ما تبقايش تخرجي بهذا الحال. اش هاد الشي لابسة؟ حيديهم وخرجي عريان احسن. دورات ايديها على عنقه وقالت كل شي فيك زوين الا هاد الغيرة الزايدة على الحدود. وهو يقول الهضرة ماشي معاك مع امك هي اللي كتفهمني. حيدي عليا. وهي تقول ما بغيتش. كنتي كتبان زوين وانت كتلعب الارضة ديالي. وهو يقول بقيت تحلوني عليا. هاد المرة غادي نردهم ليك. واش عباد الله خارجة بشورت؟ قالت اوكي يا حياتي ما بقيتش نعاود. قال توصلني شي حاجة ما تلومي الا راسك. وهي تقول وصاف يا صاحبي مالك مزير بالاقياس الخير خير. قال صاحبي وناري انا معامل عبد الله كيهضر وصافي. وهي تقول راك عارفني انا والانوثه ما كنتلاقاوش. جرها من خاطرها لعندو قال داكشي علاش ديتي ليا هاد العقل. وكيتامل في وجهها وقال نمشي في حالي قبل ما نصدق داير شي حاجه. ضحكات ناهيد وقالت نجم الدين والتحكم في النفس. جرها من شعرها القصير وقال ايش من نهار تغطيه. وبدا خارج وهو يقول لها غير تسناي عليا حتى نتزوج. قالت له والمعقد. دار خنزر فيها وقال دابا نجي نوري لمك المعقد كيف داير. مشات كتجري لبيتها وقالت المعقد ديالي وكنموت عليك. خرج نجم الدين من دار ناهد اللي عايشة فيها هي والأم ديالها. الأب ديالها ميت وهي الوحيدة عند أمها. زينها ماشي شي حاجة خارقة للعادة ولكن عندها قبول وإشراقة تخليك تعجب بها. تعرفت على نجم الدين عامين هادي لا صال ديال الرياضة. كان هو خدام كمدرب تماك. صبحت هي وياه وتلوات ليها رجلها. أبدات عليه بالمعيار وحتى هو مسكتش ليها. ولكن فاش تهدموا اعتذروا لبعضياتهم وتصافحوا. عرض نجم الدين على ناهد المساعد حيث رجلها كانت مضروبة نيت. وافقت وكانت كل يوم كتجي كيدير لها الترويض بنفسه حتى ولات كتمشى عليها وولاو أصدقاء. ولكن مع الوقت بدأوا كيحملوا مشاعر قوية تجاه بعض. نجم الدين ماشي من النوع اللي كيتصاحب. ملي تأكد باللي هي البنت المناسبة ليه قالها لعائلته واخطبها من عند الأم ديالها. وهما دابا مخطوبين وكيوجدوا لزواجهم. والشقة اللي ساكنة فيها ناهد والأم ديالها ديال نجم الدين خداها باش يسكنوا فيها. وحاليا ساكنة فيها ناهد هي أمها حيت كانوا غير كارين. ونجم أصر عليهم يتحولوا لتماك. دايت على خطوبتهم تقريبا عام والعرس ناويين يديروه قريب. خرج نجم وركب على دراجته وتوجه لدارهم. دخل دوش وبدل عليه وخرج لخدمته. حط الموتور وتوجه للمبنى اللي فيه أكبر وأشهر صالة الرياضة في المدينة. دخل وكيف ديما الكل كيحييه لا من زملائه ولا من أعضاء النادي. كي ياخد غير شي أعضاء وكيدربهم. أغلبيتهم رياضيين من ملاكمين لممارسي فنون القتال. ومعروف في النادي كأمهر مدرب خصوص. والناس كيجيو للجيم على حساب. مشى للصالة الخاصة وإذا به كيتفاجأ بوجود بنت لابسة شورت قصير بزاف أردافها قاع باين وكرشها قاع معرية.
شعرها أشقر وملامحها معيقة باينة فيها كلها تجميل، وغير لمحات نجم الدين وهي تبتسم ابتسامة مغرية. تاجه عندها ولقى عليها التحية وباينة فيه ما حاملش الوضع. قربت منه البنت وقالت هاي كوتش. قال لها هاي، وهي تقول سميتي أحلام وأنا هي المتدرب ديالك. قال متشرفين مادموزيل أحلام. غمزات وقالت نبداو. نجم الدين كيمسح على شعره وقال نبداو. دور نجم الدين وجهه وهو كيلعن صاحب دعوته، كيتحلف عليه ويعاود. هو مولف يخدم مع الرجال وناس محترفين جايين على قبل شغلهم، واليوم سلطوا عليه هاد المونيكا باين بلانها كيف داير. نجم الدين مخافيش عليه هاد النماذج، قال مع راسو يسلك معاها في هذا الحصة، وملي تسالي غيمشي عند المسؤول يبالي بيه. بداو التداريب والأخت طول الوقت كتبعك عصبات ولا غير كيسوت. أخيرا كمل توجه للرفوف خدا فوطة ودارها على عنقود مخارج، حتى تعرضت ليه وقالت شكرا كوتش، استمتعت بالحصة وخسختين. قربت عنده وحطت إيدها على صدره وقالت ولكن كل شي هون على قبلك. غير حطت إيدها الأخرى على حجره وهو يصعد، جر إيدها وزير عليها حتى حسات بها غدا تهرس، ودفعها حتى مشات وجات. قال وهو عينيه نار هاد الإيد غادي نهرسها إلى ما جمعتيهاش. شدت في إيدها كتألم وقالت آي ها ماجي. قال جيتيني بنت، أما كون وريتك الهامجي ديال المعقول. خرج وتوجه لعند المانجر، دخل عليه البيرو بدا كيغوت. قال سعيد اش هاد البلانات ديال واه؟ انا موالف نخدم مع الرجال وانت مصيفط ليا هاهرة باغا غير في من تلصق. سعيد قال نجم الدين تهدنا صاحبي، راه دفعت فلوس صحيحه وطلباتك انت بالذات. قال نجم الدين ما شغليش، اخر مره تعاود بحال هادشي. قال له سعيد اوكي على خاطر. تحل الباب ودخل المالك، راجل كبير في السن ومكرش، تقول ماشي هو مول الصاله ديال الرياضه. قال هو كيشوف نجم الدين. الانسه احلام جات لعند وقالت لي باللي سي نجم الدين هرس ليها ايدها، كتقوى على البنات سي نجم الدين. زير نجم الدين على سنانوغا، هي اللي قلبات عليها وانا من الاول كنت موصي نخدم مع الدراري، شكون حطها ليا في البروغرام؟ قال له المالك واش انت مهرس البنت ايدها وزايدها بالتفرعين، خاصك تعتذر منها او لا غدا ترفع عليك دعوه وسمعه ديال النادي غدا تشوه. نجم الدين قال نعتذر من نيتك انت وياها، راه عارفه راسها شنو دارت، وزيدون ايدها ما مهرسه موال تبوحيط الخاوي. وهو يقول له المالك يعني ما غاديش تعتذر، غادي نضطر نحسم ليك من خلصتك باش تربش شويه. قرب نجم الدين ليه وتحضر عنده كيشوف فيه شي شوفات قاصحين. قال عرفتي شنو ربح بيها انت كاع كلها. وشاف سعيد وقال على وجهك كنت صابر على هاد الفريع، هذا جهدي عليك وتم خارج. ابدا سعيد كيعيط له وما جاوبوش، وخبط في المالك وخرج وتوجه للفيستيال. اجمع حوايجو في الصاق وغادر النادي اللي دولت فيه اكثر من سنتين، طلع في الموتور وزاد مكسير، جالسة دايرة رجل على رجل والمساعدات اللي في المحل كيتجارها واللي شارت عليها كيجيبوها حتى لعندها تشوفها. خدات كاس ديال الكوكتيل ورشفات منه وهبطات نظراتها وخسرات وجهها في داكشي اللي هزا المساعدة. قالت عند بالك انا غدا البس هاد الشرويطة، ايش هاد الذوق السواقي عندك؟ ايش من معايير دايرين حتى ولاو كيخدموا بحال هاد الاشكال؟ حيدي من قدامي ضريتيني في عيني. انسحبت المساعدة وهي حاضرة الراس وناضت قمر وهزات ساكها ما عجبها حال، لاحت الكريديت كارت الوحدة فيهم باش تخلص، رجعتها لها بسرعة وهزات ساشيات وخرجات قمر وتبعتها المساعدة، حطت لها كل شي في الكوفر ديال سيارتها
ركبات قمر ونزلت الزاجة. قالت هيه انتي. المساعدة قالت ويا أنيسة. مدت لها قمر 200 درهم وقالت خوتي. قالت لها المساعدة شكرا. وجات بغت تاخدها من عندها وهي تطيحها قمر في الأرض عن قصد. قالت أوبس طاحت. هبطت المساعدة وخدتها من الأرض وشافت فيها قمر باحتقار وكثيرات. كانت غادة في الطريق بسرعة فائقة. شوية حبست الفرام فجأة. احتد تخبط لها راسها مع الفولون. هزات راسها حاسة بالدوخة وحيدات النظارات اللي تهرس. حسات بألم في جبهتها وهي تحط إيدها وغير شافت الدم وهي تدخلها. نزلت المراية كتشوف الجرحة اللي في جبهتها ومعصبة. قالت شكون هاد الحمار اللي واقف وسط الطريق؟ طلعت وبان ليها شخص مسطح في وسط الشنطة. شافت في الطريق خاوية غير الشجر والطبيعة لأنهم ساكنين خارج المدينة. ترددت قبل ما تفتح الباب وتنزل وتمشيت ناحيته بشوية. وقفت كتطلع عليه وبدات كتضربه برجلها وعايفة منه وهي تقول هيه نود باركة من تمثيل. واقف وسط الشنطي علاش كتقلب ودا يدور كاع ما قصدك نوض. فجأة شهقات فاش تحطات عليها شي حاجة حادة فوق رقبتها وإيد مدورة على عرقها. قال ليها تحركين نحرمك. مشات وجات معها الخلعة وقالت شنو بغيتي بعد مني؟ وهو يقول نوضة صاحبي واش انت تسحليتي النعسة؟ وقف الشخص اللي كان مستلقي في الطريق شاف قمر وضحك حتى بانو سنيه الصفرين. تم جاي عندهم وهو كيطلع ويهبط فيها وهو يقول له الشخص الثاني وهامزة صاحبي هي الدجاجة بكامونها. قالت تلق مني ما عارفينش راسكم عامل. اضغط الشخص الاول على راس الجنوية حتى نزلت قطرة ديال الدم وقال شكون غادا تكوني كاع؟ بنت الوزير مثلا وتكوني كاع؟ راه على بحالك علاش كنقلبو متمتعين مع راسكم وحنا عايشين في القحط. قرب الشخص الثاني حدا وجهها وقال شفت الزين حتى عيت وبحالك ما شفتش. حط ايده على فكها وكيدور ليها في وجهها وقال زعما هادشي كله طبيعي. دعقتها ريحة فمو الكريهة وقالت بعد مني. قال لي هالشخص الثاني ما غادي نبعد حتى ناخد داكشي اللي بغيت. قال لي الشخص الاول ابنادم ما اتفقناش على هادشي. هز لبالك ما يتهز وتحرك قبل ما يدوش شي واحد من هنا. قال الشخص الثاني جات على خاطري والله ما نفلتها. ادفعها لي وقال له هاك قضي الغراض نمشي نشوف شنو عندها في هذيك الحديدة. مشى هذاك للسيارة كيقلب فيها. قمر كيف طلقها عطات رجليها للريح كتجري بكل ما في جهدها ولكن الكعب ما مساعدهاش. تلفتات موراها وهو يبان ليها لاخر تابعها وما بينها وبينه غير مسافة قصيرة. رجعت شافت قدامها وهي تعطل بالحذاء العالي وجات طايحة. وقف عليها كيفرنس وعينيه فالتين في سيقانها المعرين. ركبتها كانت كتنزف وإيديها مجروحين مخلوعة ومرعوبة ولكن ما درفات حتى شي دمعة. بقات كترجع باللور حتى شدها من رجلها وجرها وطاح عليها زير على إيدها مع الأرض قاصد شفايفها. كتحرك راسها يمين وشمال ومقاومة بكل ما في جهدها. تحبس فرانسيك جنبهم. السيد كان مرفوع ما حس على راسه حتى تهز بركلة وحدة. حلات عينيها وهي تلقى شخص نازل على داك اللي كان باغي تعدى عليها بالضرب. ردوا شرويطة ناضت بصعوبة كتسوس في التراب. صايتها تقطعات لها الفتحة حتى الفوق حتى ولا كيبان لباسها الداخلي. رجعت هزات عينيها في الشخص كيبان لها غير ظهره العريض وإيده الموشومة. فقدات توازنها وجات طايحة. حسيت بإيدين شدوها قبل ما توصل الأرض ومن تماك فقدت الوعي. حلات عينيها بصعوبة وناضت قافزة
شافت راسها في غرفة بيضاء عرفتها المستشفى. مدت ايدها اللي فيها شوكة ديال السيروم وخدات كاس ديال الماء اللي حدا راسها، وهو يتحل الباب ودخلت كتجري وعلامات الخوف باينين على وجهها. عنقاتها وقالت: اختي شنو وقع لك؟ قمر بعدتها عليها وقالت: وهب باركة من الدراما، غير أن وياك اللي كاينين. وهي تقول: وهب شنو كتقولي؟ واش أنا مت من الخوف عليك وجيت كنجري كيف تصلوا بيا وقالوا لي اختك في السبيطار؟ قمر كتحك في جبهتها وقالت: شكون تصل بيك وشكون جابني لهنا؟ قالت: وهب تصل بيا شي راجل وقال لي اختك في الكلينيك وقطع، ومن اللي جيت للاستقبال سولت عليك، مدوا لي التليفون ديالك اللي خلى عندهم ومشى حتى انه خلص كل شيء. شكون هذا؟ قالت قمر: ما عرفتش وما كيهمنيش. وهي تقول: وهب اشنو وقع لك حتى وصلتي للسبيطار؟ واش قال لك الطبيب ياك ما؟ وهي تقول قمر: تعرضوا لي الشفارة. وهب حطت ايدها على فمها وقالت: اشنو؟ قالت قمر: ولكن جا شي واحد وفكني منهم ومن بعد سخفت حتى فقت ولقيت راسي هنا. قالت وهب: ما مصدقاش ياك ما اداوك؟ وهي تقول لها قمر: لا جبتي لي ما نلبس بغيت نخرج من هنا. قالت ليها وهب: لا مع الخلعة جيت كنجري، تسناي حتى يجي الطبيب ويطمئن عليك. وقفات قمر وقالت: انا غدا ندخل ندوش، صيفت شي واحد يجيب لي ما نلبس، ما حاملة نجلس هنا حتى دقيقة. قالت ليها وهب: اوكي انا غنتصل بهم يجيبوا لك حوايجك. دخلت قمر الدوش ولقطات شنو وقع معها كيدوزو قدام عينيها. تفكرات فاش كانت على وشك تغتصب وزيرات على ايديها وطلعت نفس طويل. كملت الدوش ولوات عليها بينوار وخرجت. لقات ختها جالسه فوق الفوتوي ومركزه في التليفون ديالها، وشافت فوق السرير كان فيه ساك صغير، فتحاته ولقات حوايجها. لبست عليها وجمعت شعرها كعكه، حيدات لختها النظارات من فوق راسها ودارتهم وقالت: جبتي طوموبيلتك ولا جابك الشيفور؟ وهي تقول: وهب جابني الشيفور، عارفاني ما كنتحركش بلا بيه. وهي تقول قمر: ايوا تحركي باغا تسكني هنا؟ قالت وهب: ها هي غادة. خرجوا بجوجات من السبيطار وطلعوا مع السائق الخاص بوهب، كل وحدة شادة التليفون ديالها وما كيهضروش مع بعضياتهم. قمر ووهب أختان من نفس الأم والأب، ولكن علاقتهم ماشي كأي شقيقتين، كل وحدة عايشة في عالمها وكيتعاملوا ببرود مع بعضياتهم. في الصغر كانوا ما كيتفارقوش، ولكن مع مرور الوقت غادة المسافة وكتكبر بيناتهم، حتى ولاو بحال الغرباء، واحدة ما كتعاود الأخرى ولا كتشاركها أحزانها ولا أفراحها. وهب هي الكبرى عندها 24 سنة، كبار من قمر بسنتين، ولكن شخصية قمر هي الأقوى. وهب صفاتها ماشي بعاد على ختها، حتى هي متكبرة وكتبغي راسها قبل الكل، وفيها كاع صفات البنت التارية المدللة. وصلوا الفيلا ومع الدخلة لمحوا سيارة الأب ديالهم، حل ليه السائق الباب وخرج، رجل في الخمسينات ولكن باقي شرد في راسه، ملامحه شرقية وعنده كاريزما خاصة، كل شي كيدير بحسابه. هو عثمان العابيري الغني عن التعريف. شاف البنات هابطين وابتسم وتوجهات عنده وهب كتجري وتلاحت عليه وعنقاته. قالت: بابي رجعتي. عثمان قال وعينيه على قمر اللي وجهها شاحب: توحشتكم. قربات قمر منه باستو من خدو قالت: على سلامتك داد. عثمان قال: بنتي ياك معيانا؟ بنتي ليا ماشي حتى لهيه. قالت قمر: لا. و نقزات وهب وهي تقول: بابي تعرضوا لها الشفارة. عثمان خرج عينيه وقال: شنو؟ خنزرات قمر في وهب وقالت: ما وقع لي والو.
وهو يقول عثمان بغضب: كيفاش ما وقع ليك والو؟ كتسنى حتى يوقع. بنتي انا يتعرضوا لها الشفاره، شكون هادو وفينهم؟ قمر قالت: ما عرفتش، بغيت نمشي نرتاح. وهو يقول لها: كيفاش ما عرفتيش؟ كون درتي بحال اختك وخليتي معاك الشيفور ما غاديش يوقع ليك بحال هكا. سيري ترتاحي والهضره من بعد. دخلت قمر وطلعت ديريكت لبيتها، حيدات حويجها ولبسات شوميز وتخشات في ناموسيتها الدائرية ودوزات الريدويات بالريموت ونعسات. دخل عثمان المكتب ديالو ووهب تابعه، خدا التليفون ودوز الاتصال. قال: أبغيت جوج ديال الجارد يكونوا كفؤين، غدا نلقاهم عندي. وقطع. وهي تقول وهب: بابا ما نظنش قمر تبغي لي جارد يبقاو تابعينها، راك عارف هي كي دايره. قال: سلامتها اهم من واش تبغي ولا ما تبغيش. وهي تقول له: وانا؟ قال لها: انتي معك الشيفور، ما عندك علاش تخافي، اختك اللي راسها قاصح، ولكن هاد المره بزز عليها. قالت وهب: اه، حيت اميرتنا قمر ما خاش تقاس شعره منها. وهو يقول عثمان: وهب سيرت لها في شي حاجه، عاد جاي من السفر وعندي اجتماع مهم. وقفات وقالت: اكيد. وبدات خارجه وقالت: كل شي مهم الا انا. كان جالس في قهوه في راس الدرب مع سهيل وحاصرين على قهوه كحله، شويه تسمع صوت سياره مجهد، تلفتوا وهي تبان ليهم لامبرغيني بيضاء. وقفات، تلفت سهيل عند نجم الدين وهدر بتهكم، قال: ها صاحبك المرفحجة. خرج من السيارة وبدأ جاي في اتجاههم، شاب طويل ذو جسم رياضي، درعانه كلهم وشام. وقف عليهم وناد نجم الدين تسلم معاه بعناق رجولي، قال له: غبورات صاحبي. وهو يقول الشخص: زعما توحشتيني. وبدأ كيضحك، قال له نجم الدين: بحال هكذاك. وهو يقول سهيل: كنستسمح إلا قاطعت لحظاتكم الرومانسية. جلسوا، راه كل شي كيشوف فيكم. غدا تلقى الدرب كله كيقول باللي نجم الدين بجلاله ولات فيه اللعيبة. وبدأ كيضحك. نجم الدين قال: اجلس صاحبي ما ديش عليه. صافح سهيل وقال: انت هو انت. هو يقول له سهيل: ياك أخويا ساجد، غير اللي بغى لكم الخير. وهو يقول له ساجد: واقيلا جاتك الغيرة، ياك من نوض نعنقك حتى انت. وقف سهيل وقال: لا خويا، عندي سمعة وباغي نحافظ عليها، نخليكم تمعشقوا على خاطركم، عندي ما يدار. وهو يقول له نجم الدين: اه عندك ما يدار، سير سير الله يعفو عليك. سهيل بدا غادي وقال امين، وبقى غادي وكيضحك. جلس ساجد وقال: هاد السيد عالم. وهو يقول نجم الدين: المفروح ديال الدرك. قال ساجد: مشيت لصال وما لقيتكش، سولت وقالوا لي خرجتي، شنو وقع؟ وهو يقول نجم الدين: اودي غير خليها على الله. قال له ساجد: وقول صاحبي. نجم الدين عاود ليه البلان كامل. بدا ساجد كيضحك وقال: واو بزاف، السيدة سخونة وجات عندك غير انت اللي فيك برود ديال العالم، احلى زهر عندها. وهو يقول نجم الدين: بارد تجرب. قال له ساجد: عارفينك اخويا الفحولة الله ودي. وهو يقول نجم الدين بجدية: شفتي، واخا ما نكونش خاطب وكنبغيها، ما نحطش ايديا في مسخة بحال هاديك، كيعيفوني. قال ساجد: غير ما جاتش عندي، اما كنت لهيت فيها. وهو يقول له نجم الدين: عارفك ما كتزقل حتى شي وحدة، غير هو تكايس على صحتك، راه نهار غتوقف عليها غتلقى الموتور خوا. قال له ساجد: ما تخافش، غادي نبقى خدام حتى نموت. نجم الدين ضحك وقال: امتى رجعت؟ وهو يقول له ساجد: البارح. وسهالي لحظة. قال له نجم الدين: اش كاين تما؟ وهو يقول له ساجد: لا والو. اه شنو غادي دير دابا؟ تبغي نشوف ليك شي جيم اخر؟ نجم الدين قال:
غدا إلى صدقات، غادي نقلب على التدريب حاليا. قال ليه ساجد باغي تبدل. قال نجم الدين الصالير زين. هو يقول له ساجد اشنو هي؟ قال ليه بوديغارد. قال له ساجد اواه وشكون؟ نجم الدين قال لي يا سعيد شي رجل اعمال ابغى جوج ديال لي غارد، هو خدام مع الوكاله واقترح عليهم سميتي. هو يقول ساجد وانت اصاحبي فوت كابابل طليق طليق. نجم الدين جاوبه ما كاين ما يدار اللهم نجربه. ساجد قال غادي تبقى تابعه فين ما مشى، ايخ حياتهم كلها مالان. قال ليه نجم الدين قول حياتكم. قال ساجد انا بعيد عليهم الواليد اما انا لا. هو يقول نجم الدين انت بارك عليك غير تصرف فلوس باك والبنات كل ليله. جاوبو ساجد وبخير. قال نجم الدين مسمينك على اساس تطلع شاب مؤمن، ساعه انت السجود ما كتعرف منين تجيليه. قال له ساجد وقول الله يعفو. تليفون ديال نجم الدين كيسوني. هو يقول لساجد باقي جالس؟ قال له ساجد غير سير هي اللي كتتصل ياك. وقف نجم الدين وقال الواجب ينادي. هو يقول له ساجد اش من نهار غادي تعرفنا عليها؟ خنزل فيه نجم الدين وقال له باغي تاكل عزاك خلينا زوينين. قال ليه ساجد غدا حكين وانت دغيا تسيفتي يلا تلاح. قال ليه نجم الدين الله يعميها ليك وخرج من القهوة وجاوب على الاتصال. داز النهار والغد ليه في الصباح فاقت قمر على أشعة الشمس اللي دخلت غرفتها. ناضت الحمام ودارت روتينها الصباحي، لبسات وهبطات لتحت. كانت غادة لصال سبور حتى تصادفات مع اختها وهب وقالت ليها تكلمي لداد بغاك. قالت ليها قمر علاش بغاني؟ وهي تقول وهب سيري عندو المكتب وتعرفي. مشات للمكتب ديال باباها ودقات ودخلات. كان جالس وهز شي وراق في ايديه، شافها وحطهم وشار ليها تقرب. قالت صباح الخير. قال ليها عثمان صباح النور اجي يا بنتي. بس تو جلسات مقابلة معاه وهو يقول من اليوم غادي يولي رافقوك جوج ديال لي غارد فين ما مشيتي. وهي تقول اشنو مستحيل. عثمان قال هضره وحده قلتها لك وهي اللي غدا تكون، ما كاينش مجال للمناقشه. قالت ولكن بابا. قال ليها ما غاديش نجلس مربع ايديا من بعد داكشي اللي وقع لك، الغارد غادي يكونوا معاك والسلام. وهي تقول بغيت واحد صافي ويبقى بعيد عليا ما يبانش قدامي. قال عثمان صيفطو جوج انا غادي نختار واحد فيهم ومن اليوم غادي يكون كيف ضلك. قالت ممكن نمشي. وهو يقول عثمان ابنتي انا باغي غير مصلحتك وكتهمني سلامتك، انتي ماشي شخص عادي ما تنسيش راكي قمر العبيري. قالت منسيتش. وهو يقول هاكاك نبغيك يلا سيري الى بغيتي تمشي. خرجت قمر من المكتب وهي معصبه، أحد حاجة عندها هي اللي يفرض عليها شي حاجة وحتى حد ما يقدر باستثناء الأب ديالها. ما كتقدرش تعارضه إلا كان مصر على الحاجة، وخا هي مدللة أبيها إلا وكلمته كتبقى هي الأخرى. خرجت للجردة غدا للصالة الرياضة، حتى بان ليها شخص جالس القرفصاء وكيلعب مع واحد من الكلاب ديال الحراسة. بقات واقفة معجبة لأن الكلب جالس مهدن وما كينبحش، فاش كيكون شي واحد من الغرباء ما كيبغيش يسكت؟ تعجبات شكون هذا اللي معاه وخلاه يكون مهدن. تقدمات عندهم وهي تعيط بسمية الكلب، قالت أكيرا. تلفت نجم الدين المصدر الصوت شافها وهو يوقف، قربات كتر وعينيها على هاد الغريب، طلعاته هبطاته بنظرات غير مفهومين. أما نجم الدين فحد شاف فيها مرة ورجع كيربت على راس الكلب. قالت تعالي شكون انت؟ واش العساس جديد؟ شاف فيها وقال يمكن. وهي تقول واشنو كدير هنا؟ هنا ما كيوصلوش ليه العساسة. قال ليها
وإلا ما كنتش العساس؟ قالت كتفلة ولا شنو؟ باغي تطير من هنا؟ هز حاجبو وقال صوتك عالي وقيلة. جات مريم وقالت مسيو تكلم. شاف فيها نجم الدين بابتسامة مستفزة وداز من حداها داخل الفيلا. خلى قمر كتعصر بوحدها، استفزها بنظراته ولا مبالاة ديالو. قمر عيطات على مريم وقالت ليها اجي نقول ليك. وهي تقول مريم اوي ميس قمر. قالت شكون هذاك؟ وهي تقول مريم وهما جوج جاوا يقابلوا سي عثمان، واحد عاد خرج من عنده وقال لي نعيط على الاخر. اذا هادو هما الغارد. اوكي سيري شوفي شغلك. توجهات قمر للصاله وهي كتبتسم، وخدات التليفون ديالها وصيفطات ميساج لباها. حطات التليفون وبدات الرياضه وراش قاليها. وفي المكتب جالس عثمان ونجم الدين مقابل معاه، كانوا كيهضروا حتى جاه الميساج. قراه هو يهز راسه في نجم الدين وهو يقول له عثمان تم اختيارك. نجم الدين قال له امتى غادي نبدا؟ مد ليه عثمان شي وراق وقال له من اليوم هاد الوراق خاصك توقعهم، والسرية التامة من جهتك، ما تخرجش شي حاجة خاصة بعائلتي من عندك وإلا غادي تحمل المسؤولية. نجم الدين قرأ مضمون الوراق وقال ما عندك علاش توصي، كل شي غادي تشوفه على عينيك. وقع وخدا من عنده عثمان الوراق وقال له بنتي في أمانتك، توقع ليها شي حاجة ما نعقلش عليك. نجم الدين عقد حجبان وقال بنتك؟ قال له عثمان آه بنتي الصغيرة هي اللي غادي ترافق من هنا لقدام. وهو يقول نجم الدين هاد التفصيل الصغير ما كانش ممكن تذكره قبل. قال له عثمان كاين شي مشكل؟ وهو يقول نجم الدين اللي عطى الله عطاه، الوراق فيهم مدة عام. قال له عثمان آه عام. نجم الدين دوز إيده على شعره وقال أوكي. قال له عثمان تفضل دابا جيب حوايجك لحقاش غادي تنتقل لهنا، ورا الفيلا كاين مسكن اخر تماك فين غادي تسكن. وقف نجم الدين وقال ممكن نبدا من غدا؟ قال له عثمان غدا تصبح هنا. وهو يقول نجم الدين اكيد. خرج نجم الدين وهو ما راضيش على الوضع. قبل الخدمه على اساس غادي يكون حارس عثمان، ما كانش في باله باغي حارس البنت، اما كون رفض من الاول رغم المبلغ الجيد الا انه ما عجبوش الحال، وحتى انتقاله لهنا ما مساعدش نهائيا، يعني غادي يضطر ياجل الزواج لمده عام اخر. ركف موتورو وغادي مكسيري وكيفكر في هاد الحريره. اول وحده ما غاديش يعجبها الحال هي ناهد، باش يكون حارس شخصي لوحده وتابعها فين ما مشات ما يمكنش تقبلها. وصل نجم الدين للدار وطلع لبيته بدل حوايجه، سطح فوق ناموسيتو ودوز أبيل ناهد. قالت الحبيب ديالي. قال لها كيف دوزتي نهارك؟ وهي تقول مزيان. وانت؟ قال لقيت خدمة أخرى. قالت بصح مبروك عليك حبيبي. وهو يقول بغيت نشوفك دابا. قالت مشى الحال خلي حتى الغدا ونتشوفه. وهو يقول غدا ما غاديش نسالي، نص ساعه وتلقايني عندك. قالت اوكي انا غدا نتسناك. قطع وناض لاح عليه الجاكيت ولبس برديلته وخرج. وهو يتصادف مع اخته، شدها من شعرها وقال شني ولا شفتك ما بقيتيش كتعمري الدار النهار وما طال فلافاك كاع هادي قرايه.